مساء الخير، أهلا بيكم معنا وكلام جريء. عندما قامت ثورة 25 يناير كان من أهم أهدافها هو الارتفاع بمستوى مصر الاقتصادي والاجتماعي، ولكن الحقيقة من جمعة لأخرى، من تظاهرة لأخرى، وتردد أنباء بشكل قوي جدا عن تدهور وضع الاقتصاد المصري من ازدياد او نقص في معدلات النمو، والاحتياطي النقدي بيتناقص بشكل كبير جدا. فكانت الوقفة من وزارة الاتصالات بالدعوة للعمل، يعني كانت دعوة جيدة جدا يكون هناك جمعة للعمل، للعمل من داخل القرية الذكية، وأيضا لكل أفراد المجتمع المصري كرمز دعوة لإدارة عجلة العمل مرة أخرى من أجل إنماء الاقتصاد المصري والنهضة بكل ظروف الشعب المصري. مساء الخير يا أيضا. مساء النور يا سميحة. مساء العمل. مساء العمل. بنرحب بسادة المشاهدين في الحلقة الجديدة من كلام جريء، وزي ما سميحة قالت في المقدمة، جمعة العمل. شفنا جمعة للغضب، وجمعة للمطالب الفئوية، وجمعة فيها احتجاجات، جمعة فيها اعتراضات، لكن مهم جدا في وسط هذه الجمعة الكتيرة جدا يبقى في جمعة للعمل. كل مصري يشعر انه خلاص بقى، يعني كفايانا مكان، ونبدأ نفكر بشكل أكثر إيجابيا. أعتقد أن ضيوفنا النهاردة ممكن يوضحوا المسألة بشكل متخصص جدا أكثر مننا بكثير. اسمحوا لنا نرحب بيهم. أستاذ ياسر القاضي، رئيس هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا والمعلومات، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك. أستاذ محمد الألفي، خبير اقتصادي، أهلا بحضرتك معنا. منورين شاشة المصرية ومنورين كلام جريء. أهلا بيكم. أهلا بيكم. قبل ما نتكلم بقى بالتفصيل، خلونا نروح لتقرير رصدته كاميرا الفضائية المصرية فيما يتعلق بموضوعنا النهاردة، ونرجع مرة أخرى. تكاتف أيادي المصريين معا من أجل بناء مصر، مبادرة إيجابية طرحتها القرية الذكية للعاملين فيها وما أسمته بجمعة العمل. المبادرة اللي احنا بنتكلم عليها اليوم هي مبادرة ظهرت من مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحقيقة طبعا أنا بحكم منصبي شجعت هذه المبادرة وباركتها، يعني وفرنا كل الإمكانيات لنجاحها. الحقيقة الإقبال اللي شفناه اليوم إقبال عالي جدا، ليس فقط من موظفي الوزارة والجهات التابعة، ولكن أيضا من شركات القطاع الخاص، وأنا طبعا متوجه لهم بالتحية، لأنه شركات القطاع الخاص العالمية والمحلية تواجدوا اليوم بكثافة كبيرة، ودي الحقيقة رسالة جيدة بنرسلها للمجتمع المصري، أن القطاع الخاص لا يبحث عن فقط الممارسات الضارة، ولكنه هو المحرك للإنتاج ولخلق فرص عمل. نتمنى طبعا القطاع الخاص والتدفق الاستثمارات الأجنبية أنها تستمر بنفس المعدل وتزيد في الفترة القادمة. احنا كنا عاملين على الفيسبوك مبادرة عمل يوم الجمعة، الوزير استجاب لينا ونجح الفكرة وحبزها، وطلب ان احنا اللي هو ينزل في وسطينا. حضرتك زي ما انتم شايفين، حضرتك لو صورتوا القطاع كله نزل، كل القطاعات تقريبا المختصه بالاتصالات، ولسه برضو حضرتك لو هتفضلوا معانا في جولات تانية الوزير هيكمل. حضرتك زي ما انتم شايفين جوه في ورك شوب بشركه مايكروسوفت، ولسه برضو في شغل تاني في كذا بروتوكول هيتوقع، والوزير حبز ان هو الشغل يبقى النهارده عشان الناس تعرف كلها ان هذا القطاع ان شاء الله هينجح، وان شاء الله يبقى احسن من كده بكتير. معاكم مرة أخرى ونبدأ فورا حوارنا، ويمكن بالتأكيد أول سؤال هيكون: ما هو الهدف من هذه الدعوة بعد ما قلنا زي ما قلنا في التقديمة جمعة غضب وجمعة احتجاجات مطالب فئوية؟ يعني في حالة لو مجازا استخدمنا كلمة فوضى قائمة في البلد وبتأثر أكيد بشكل سلبي على الاقتصاد المصري، الهدف من هذه الدعوة والهدف من اختيار هذا التوقيت؟ خليني أقول لحضرتك بس في الأول خالص إن جمعة العمل اللي هي حصلت هي استكمال للجمعات اللي حضرتك اتكلمت عنها، استكمال لجمعة الرحيل وجمعة الغضب وجمعة الوفاء وجمعة الإصرار
في جمعه انقاذ الثوره النهارده. دي جمعه العمل هي استكمالا لهذه الجمعات. الجمعات كلها اللي مرت هي الجمع اللي وصلتنا الى جمعه العمل. احنا بنتكلم عن الحقيقه ثوره، الثوره اخذتنا من مرحله الى مرحله اخرى. احنا لان شايفين ان الثوره دي عشان خاطر تنجح لازم الاقتصاد، نركز على الاقتصاد ونركز على النمو الاقتصادي. فكانت المبادره من وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحقيقه بتعتبر نفسها انها محظوظه لانها كانت احد ادوات الثوره الفاعله عن طريق الفيسبوك وعن طريق حشد الشباب والجماهير لانجاح الثوره. فالنهارده احنا بنقول ايه برضو؟ بنقول في المبادره دي ان احنا برضو سباقين وبادئين بان احنا ندعو المجتمع المصري للعمل لانجاح الثوره بانجاح الاقتصاد وانجاح النمو الاقتصادي. فمره ثانيه جمعه العمل استكمال. هي استكمال للجمعات وتكليل لنجاح الجمعات السابقه. استاذ محمد اسمح لي حضرتك، وانه المقصود من جمعه العمل هو اداره العجله الاقتصاديه في مصر. كخبير اقتصادي لازم اسالك عن تقييم الاداء النهارده اللي بتقوم بيه الحكومه في مجال الاقتصاد. الحقيقه الاداء الحالي للحكومه ليس على مستوى طموح الثوره المصريه. الحكومه الحاليه بتتعامل على انها مؤقتة أو راحلة فيما بعد الانتخابات القادمة، وده أنا أتصور أنه خطأ. لأنه لما يكون الحكومة تبتدي برنامجها لازم يكون عندها رؤية سياسية ورؤية اقتصادية في نفس التوقيت، مستقبلية. وتيجي بعدها تاني حكومة تكمل، حتى لو هتاخد الوقت ده كله أنها تجهز رؤية الاقتصاد الوطني للسياسة الخارجية المصرية للسياسة الداخلية. لكن للأسف دلوقتي إحنا الحكومة المصرية الآن بدون رؤية، بدون توجه. وده سببه إحساسهم زي ما حضرتك بتقول إن هم حكومة انتقالية مؤقتة لحين وصلنا للانتخابات البرلمانية والرئاسية، أيهما اللي هيبدأ على حسب هم بيتعاملوا كأنها حكومة تسيير أعمال. هو طبعا أي حد بيتولى المسؤولية في الظرف ده هي مسؤولية صعبة عشان برضو نكون واضحين، لكن احنا محتاجين الى شخصيات تدير الازمه في هذا الوقت. انا في علم اسمه علم اداره الازمات ياسر بيه على ماذا علم اداره الازمه. احنا محتاجين شخصيات لديها القدره على اداره الازمه ولديها رؤيه. النهارده الحكومه الحاليه ما حطتش رؤيه، على سبيل المثال لقطاع في الموازنه الجديده ما قالتش قطاع البرمجيات المصري اللي هو قطاع واعد وناشئ جدا، ما قالتلناش هي ناويه تستثمر فيه ازاي، تضخ فيه ازاي، ما طرحتش على سبيل المثال رؤيه لانشاء بنوك معينه عن طريق التعاون الدولي بمعونات دوليه بموازنه جوه الموازنه المصريه، ان انا هبتدي اطرح مدارس خاصه بتكنولوجيا المعلومات لتخريج ناس مؤهله تشتغل في هذا القطاع. طب مين دي مسؤوليه مين ان هو يضع هذه الخطط وهذه الرؤى؟ هل الحكومه هي المسؤوله ولا الاماكن المعنيه بالحدوته هي اللي تقدم رؤى للحكومه والحكومه تستجيب تقول هنفذ مش هنفذ، ممكن احط لكم فتره زمنيه، ممكن يبقى في اطار زمني، ضخ الاموال، هنتحرك في ميزانيه قدرها كذا؟ يعني هي مسؤوليه مين في المقام الاول؟ هي مسؤوليه مشتركه، ولكن كان على الحكومه ان تعلن برنامجها من خلال الموازنه بتاعتها. الحكومة لم تعلن برنامج. المجتمع المصري لا يعلم لأين ستذهب مصر سياسيا أو اقتصاديا. طيب أنا هنا لازم أقف في نقطة مهمة قوي حضرتك. إحنا سمينا الحكومة دي أنها حكومة انتقالية أو تسيير أعمال، يعني مؤقتة جدا. يبدو لي أن بعض القرارات اللي بتطرحها الحكومة أو بتتخذها الحكومة في الاقتصاد هي هتثقل كاهل مصر لسنوات طويلة جدا، يمكن للعشرات سنين قدام. قروض يعني كبيرة جدا من البنك الدولي بفوائد عالية جدا هتثقل كاهلنا اقتصاديا. يعني ما هياش قرارات وقتية، لا ده بياخدوا قرارات هتؤثر على مستقبلنا. ما هو ده حضرتك راجع لعدم دراسة الوضع الاقتصادي المصري الحقيقي. كان على الحكومة أن تتوجه، يعني في بعض الأرقام المخيفة جدا. احنا عندنا البطالة تزيد على 5 مليون. في بعض القوى الإقليمية والدولية تتوجه إلى إجهاض الثورة المصرية للحفاظ على الكراسي بتاعتها ومكاسبهم هم إقليمية ودولية. فالنهاردة أنا لازم أبقى عارف أن أنا لازم أخلق لغة مصالح بيني وبين العالم الآخر. يعني على سبيل المثال لازم بقى عندي أجندة
بمشروعات ضخمة جدا مبتكرة حتى يأتي الآخر ليستثمر. يعني أنا اللي حدد المشروعات اللي محتاجينها. يبقى عندي مشاريع آخر لمصر محتاجينها. يبقى مشروعات استهلاكية. وبعدين الهدف منها إن أنا أخلق مصالح للكيانات الاقتصادية الدولية في مصر. ان هذا لما يبقى ليهم استثمارات كبيره في مصر وليس استثمارات شكليه هم سيدافعوا مش هيسمحوا بمساس مصر ولا المساس لان لهم مصالح هنا. النهارده ما حدش قدم رؤيه. لو رجعوا للقطاعات القطاعات على فكره فيها ناس مؤهله وناس كويسه جدا هم ما رجعوش لحد هم خدوا قرارات تثقل ودي نفس السياسات القديمه اقتراض داخلي اقتراض من المؤسسات الدوليه زي ما سعادتك تفضلتي قلتي هيثقل كاهل المصريين لسنوات عديده. النهارده ايه اللي انتوا قدمتوه؟ ليه ما فيش اجنده توضح تقول ان احنا محتاجين نتوجه للقطاعات الفلانيه ونستثمر فيها؟ لو جينا انا النهارده بقول على سبيل المثال خلينا نقول طرح النهارده عندك البطاله بعد 6 شهور مرشح انها تبقى 7 مليون هيجوا طبعا مليون ونص ويمكن رقم يزيد عن هذا من البلاد العربيه اللي هيسيبوا اشغالهم ويجوا في مصر عايزين فرصه عمل. فالنهارده ليه على سبيل المثال ما نطرحش ان يكون لمصر من حقها ان يكون لها عاصمه جديده عاصمه نقول العاصمه الاقتصاديه لمصر لندع القاهره القديمه تكون عاصمه ثقافيه وسياسيه ونخلق عاصمه اقتصاديه جديده ولتكن مثلا توسيع في الرقعه اللي احنا قاعدين فيها في مصر الهدف منها ايه؟ مشروع قومي زي اللي انا بقوله دهوت انه يبقى في عاصمه جديده. عاصمه جديده يعني مشاريع جديده يعني رقعه سكنيه جديده يعني استثمارات لدول اخرى تاتي. وعلى فكره ممكن المين انفراستراكشرز بتاع العاصمه الجديده دي كلها تشتغل بنظام البي او تي لانه في برضه لازم نلاحظ ان الشركات العالميه وياسر بيه متواصل مع العالم الخارجي كله انه النهارده الشركات العالميه عندها برضه تاخر في النمو وعندها شركاتها مرشحه انها تقفل وفي استثمارات وفي فوائد ماليه بس لازم اقدم الجديد. النهارده الحكومه لم تستطع تقديم الجديد واقتصر الفكر الحكومي ايضا على الفكر العقيم السابق في الاقتراض وايضا توجه الى مصادره الرؤيه. يعني لم يرجع يعني على سبيل المثال لو رجعوا لقطاع الاتصالات انا اسف لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر هذا القطاع أنا لا أدعي المعرفة الكاملة به ولكني أعلم أنه قطاع ناشئ ومتميز جدا. أنا أتصور أن بلد زي الهند اللي تجاوزت صادراتها من البرمجات 52 مليار دولار على الأقل يعني عاوزين نلحق نوصل للرقم لنص الرقم ده بعد 10 سنين على سبيل المثال أو بعد 10 سنين تحديدا نقدر نقول إحنا محتاجين لو رجعوا للتكنولوجيا المعلومات في مصر أو للبرمجات يقولوا إحنا عندنا مشروع عشان محتاجين نضخ استثمارات بالشكل الفلاني محتاجين نأسس بنوك. طب خلي أستاذ ياسر ينقل لنا الصورة بشكل إحصائي بشكل فيه أرقام نعم. فيه بيانات فيه حقائق من اتصالك بالعالم الخارجي وبالشركات العالمية كيف ترى الموقف من وجهة نظرهم كيف يروا مصر كيف يروا الاستثمار هل في عناصر جذب يقدروا يضخوا من أجلها الأموال ولا في تخوف وفي قلق في توتر شايف الصورة إزاي؟ أنا خليني بس يعني أنا عندي ملاحظة يعني طبعا يعني أنا متفق مع محمد بيه فيما قاله من الناحية الاقتصادية ولكن الحكومة الحالية هي حكومة لديها أولويات. الحكومة بتنظر إلى أولوياتها العدالة الاجتماعية يعني إحنا لما نيجي نبص على الحد الأدنى من الأجور وتفاوت الأجور فده كان مطلب شعبي ومطلب حقيقي لأن كان فيه تفاوت كبير جدا في الأجور. طب اسمح لي 2200 في خلال 5 سنين يوصل لهم العامل هل ده رقم مرضي؟ 1200 يعني 700 النهارده وبنوصل على ما يفوت 5 سنين لسه ل 1200 اللي هو القوة الشرائية مش هيجيبوا 200 جنيه 1200 مش هيجيبوا حاجة خالص يعني ده النهارده مش هيجيبوا حاجة. شوفي حضرتك هو أصل مسألة الحد الأدنى للأجر الأجر مش هو العامل الأساسي لكن العامل الأساسي هو الإنفليشن أو معدل التضخم شكله عامل إزاي. فلو احنا قدرنا ان احنا نتحكم في معدل التضخم خلال الخمس سنوات اللي جايه ان معدل التضخم ما يزيدش الزياده الكبيره اللي بيزيدها في الوقت الراهن احنا في وقت من الاوقات زاد معدل التضخم عندنا في سنه ال 14% 12 ل 14% معدل التضخم بيزيد عندنا في مصر في الافريج ما بين 8 و9%. لو احنا قدرنا ان احنا ننزل معدل التضخم ده وده طبعا بالانتاج وبالاستثمار وبالبنيه الاقتصاديه يبقى ممكن ان ال 1200 يعني ببساطه شديده جدا انا ممكن اخد مرتب 30 جنيه في الشهر لو البيضتين بثلاث تعريفه
يعني ده يعني مفيش قوش رئيه، مفيش اسعار بتنزل يا دكتور، يعني هي المساله احنا ازاي بقى نرتفع بدخلنا؟ هو نرتفع عشان بدخلنا عشان نواكب غلاء الاسعار وغلاء المعيشه. احنا نرتفع بدخلنا ازاي؟ اولا ان لا نعتمد على الحكومه ان هو توظف الناس اللي خريجين، لازم ان احنا ننشئ ايكو سيستم او ننشئ شركات، والشركات دي تبقى مهيئه لاستيعاب العاملين. اهم من ده العماله نفسها، تكون بقى في تخطيط لاحتياج السوق لنوعيه ايه من العماله، وبالتالي انا اوجه ان الطفل ده ممكن يتعلم المهنه الفلانيه لان السوق محتاجه التعليم. ما هو ده ليه انا بدات بديه عشان خاطر اقول لحضرتك بس قطاع من القطاعات العامله في مجال تكنولوجيا المعلومات اللي هو قطاع التعهيد. التعهيد ده هو عباره عن الشركات العالميه والاجنبيه بتيجي في مصر زي ما جت في الهند، يمكن محمد بيه ذكر ان صادرات الهند من التكنولوجي 52 مليار دولار. احنا صادراتنا من التكنولوجي حوالي 2.5 مليار دولار. فرق بسيط قوي، لا ده فرق بسيط جدا. فرق بسيط، عارفه ليه؟ لان احنا بدانا بعد الهند بكام سنه، دي نمره واحد. نمره اثنين، لما تيجي تشوفي في التقارير العالميه، يعني اي تي كيرني قبل الثوره مباشره كانت جايبه الترتيب العالمي للدول العامله في مجال التعهيد. احنا كنا من خمس سنين مش موجودين في الترتيب العالمي. النهارده بقينا نمره كام بقى؟ بقينا نمره اربعه. الهند، الفلبين، الصين، مصر. نمره اربعه. لما تيجي تشوفي بقى ان احنا نمره اربعه، قعدنا في اربع سنين نبني قد ايه؟ والصناعه دي لوحدها عينت 150 الف مهندس او عامل بيشتغل في تكنولوجيا المعلومات. الافرج او مستوى دخل الفرد فيهم، مستوى دخل الفرد في العامل او اللي بيشتغل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اعلى من مستويات الدخول في مهن اخرى، في اي قطاع اخر. يعني خلينا اقول بقى حضرتك، يعني يمكن القطاعات الاخرى، يمكن قطاع البترول او قطاع البترول الخاص او قطاع البنوك، لا حتى البنوك لا يرقى الى مستوى، يعني المستوى ده مستوى الدخل مستوى عالي. حضرتك ال 150 الف دول لو كل واحد بيعول ثلاثه يبقى او اثنين، يبقى احنا بنتكلم في حوالي نص مليون متوسط. نص مليون، النص مليون دول يؤثروا ازاي على الاقتصاد؟ اولا في تصدير بواحد واحد من عشرة مليار، فانا جاي لي تصدير، جاي لي اموال من التصدير، عمله صعبه ودي بتكتر. نمره اتنين، ان الناس اللي بتاخد دخول وبتعول اسر، اولا هيبقى يقدر مستوى حياه ودرجه من الرفاهيه تخليه يقدر يبدا برضه. احنا سايبين يقدر يشتري شقه، استخدام المشروعات الصغيره الاسر المنتجه الصغر. يعني النهارده اذا كان في كتير اسر، يعني سيدات ما عندهاش قدره على الخروج للعمل، ليه ما بنستفادش زي الصين ان يبقى او اليابان انهم استغلوا الاسر المنتجه في انماء اقتصادهم حتى لو على شكل جزء صغير؟ خليني اقول لحضرتك على التعهيد دي، الخدمات دي، يعني اخر حاجه اللي انا احب ان انا يعني ان انا ممكن ان انا اشارككم فيها، ودي طبعا انا فخور بيها جدا، ان احنا في مركز للتعهيد لفاقدي البصر. فاقدي البصر بيستطيعوا انهم يقدموا الخدمات دي من بيوتهم او من اماكن محدده عن طريق تليفون، لان كل الخدمات دي هي عباره عن خدمات تليفونيه عابره للقارات. يقدروا واحد عايز يطلب همبرجر، عايز يطلب دليفري، عايز يطلب حاجه، يطلب النمره وهو في امريكا، ما يعرفش مين اللي بيرد عليه، يرد عليه حد من مصر. فحتى هذه الخدمه او القطاع ده له تأثير حتى على المعاقين. طب المعاقين اللي ما يقدرش يروح حتى الشغل. هل احنا كمصريين لازم في الفترة اللي جاية نتخلى عن فكرة ان الحكومة بابا وماما وانور وجدي، ونفكر وكأننا منفصلين عن كل التفاصيل الحكومية؟ ازاي هبني مستقبل مصر؟ مش ازاي هبني مستقبلي، مش ازاي هأمن ولادي، ونقطة ومن اول السطر. هل لازم يبقى عندنا تفكير في شيء من العالمية وفي شيء من الوطنية وفي شيء من الاغراق في المحلية، وجنب يعني انسى الحكومه انها تساعدني وتجيب لي فرصه وتقدم لي مشروع وتديني قرض؟ هل لازم افكر بالشكل ده؟ كل مصري هل لازم فعلا يفكر بالشكل ده في الفتره اللي جايه علشان نقدر نشيل مصر من 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 اللي هي فيه ونطلع بيها لمكان افضل احنا كمان نستفيد منه فيما بعد؟ عارفه حضرتك اللي انا اتكلمت عليه دلوقتي، عدد الوظائف دي كلها، دي وظائف كلها في شركات عالمية وشركات أجنبية وشركات محلية، كل الشركات دي بعيدة كل البعد عن الشركات الحكومية أو الحكومة. بس لازم نعرف إن في اتخلق فينا ثقافة اللي هي ثقافة الحكومة، زي ما حضرتك ذكرتي كده، بابا وماما والحكومة هي اللي بتديني كل حاجة.
والبلد بلد شهادات، وان فاتك الميري اتمرمغ في التراب. لان التراب النهارده تراب وحش بقاله كتير قوي، يعني تراب الواحد ما حدش يحب يتمرمغ فيه. لان لما قلت لحضرتك انا ليه بتكلم عن مستويات الدخول، في حاجه بقى انا لا هقف هنا، أتفضل. انا مش مقاطعة. لا انا هنا واقفه، لا انا هنا واقفه. اتفضل حضرتك. ان فاتك الميري اتمرمغ في ترابه، ثقافه اللي طالع عليها كل الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه. والحقيقه انه ما بنشوف النهارده القطاع الخاص في اي ازمه بيمر بيها مصر، تمر بيها مصر سواء سياحيا او امنيا او اي شيء، اسهل حاجه طولة. التخلص من العماله، من العماله بشكل كبير جدا، او تعسف هو مرتبه النص اذا كان عايز تقعد. ده مش في الحكومه، ما احنا لازم برضو علشان نبقى الشعب المصري امن من فكره انه يتخلى عن القطاع العام ماما وبابا لفكره القطاع الخاص اللي هيامنه برضو ما يبقاش سهل غدره. لازم يبقى فيه تامين جيد بالقطاع الخاص للعامل ده او للموظف. النهارده في ناس كتير تخلصوا من العماله برغم انه قالوا لا الثوره وهنقف، مع انهم كسبوا ارقام كبيره جدا في السابق. انا بقى عايز يعني انا طول حياتي بشتغل في شركات عالميه. يعني انا يعني ارتباطي بالحكومه جه من فتره قليله جدا، والشركات العالميه دي شركات خاصه، وكل يوم ممكن الناس انها تستغنى عن العماله في الشركات العالميه في اي وقت. لكن لما كنت بتكلم عن مستوى الدخل، انا لو كانوا يعني تخلوا عني في اي وقت كان هيبقى عندي من الحصيله الماليه اللي يخليني اقدر اقف على رجلي لغايه لما الاقي شغلانه تانية. دي نمره واحد. نمره اتنين، الشركات العالميه فين تعويض البطاله يا دكتور اللي بيدفعها الخارج، او الشركات العالميه او الحكومات دي بتدفع بطاله للموظف اللي تخلت عنه الشركه، اللي بتدفع له البطاله الحكومه. ده الحكومه مختلف يا سميحه، بس اقتصادنا هو بيقول انه الحكومه. لا حاجه مهمه قوي، اهم حاجه في الشركات دي او الشركات الخاصه انها بتدرب وتعلم الموظف اللي بيشتغل عندها. هو بيستفيد، يعني عنده ادد فاليو من شغله، مش بس فلوس بياخدها كل شهر، وانما بيستفيد، بيعمل كوادر، بيدوم دورات تدريبيه، بيضاف للسي في بتاعته مهارات ربما كانوا هم بيلتحق بالعمل ما كانتش موجوده. هو ده، اول ما يبقى مؤهل اللي يحصل انه لما يستغنوا عنه او لما هو يسيب المكان بتاعه يلاقي مكان تاني، لانه هو مؤهل مدرب. الشركات دي عملت فيه استثمار. فلما نشوف بقى ثلاث حاجات، اولا المستوى الدخل، مستوى دخل مرتفع يقدر ان هو لما يسيب العمل يقدر ان هو يسبورت هيم سيلف، او يقدر ان هو يعتمد على نفسه. نمره اتنين التدريب في الكوادر، تدريبه ككوادر ممكن ان هو يعمل له ايه، يخليه يتعين في مكان تاني. نمره ثلاثة الحكومه لازم توفر له اللي هو اعانه البطاله، واعانه البطاله دي لفتره ولازم الناس تدفع ثمنها. يعني اللي عايز اعانه بطاله لازم يدفع ثمنها، هو مش يريح بقى يقول لك خلاص بقى انا هفضل عايش على الاعانه ومش عايز اشتغل. لا لازم يدفع جزء من راتبه وهو بيشتغل فيما بعد. ما احنا بندفع كتير. لا مش كتير، كان في ضريبه مبيعات وفي ضريبه مشتريات وفي لا حضرتك احنا مش راضيين، لكن احنا ما بندفعش كتير. لما حضرتك تشوفي الضرائب المفروضه في اوروبا او المفروضه في امريكا او المفروضه في اماكن كتير قوي، تلاقي ان حضرتك الضرائب المفروضه في هذه الدول اعلى بكتير قوي من الضرائب المفروضه في مصر. لكن هل مستوى دخل الفرد في مصر يقدر يخليه يتحمل هذه الضرائب ولا لا؟ مستوى دخل الفرد بره يقدر يخليه يتحمل هذه الضرائب دي والاعباء دي، وبتعود عليه باي شكل الضرائب دي؟ في كتير بقى سيرفيس، خدمات، يعني كثيرة. الحقيقه يعني يبقى حاسس انه دفع الفلوس وجايله بمردود اخر في المقابل. ولكن طيب مشاهدينا ايه رايكم نطلع فاصل ونرجع نستكمل الحوار؟ على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهادنا لجهادنا. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهادنا لجهادنا. مدخنا اي تقلب حستنا، تحتها صلبك ان عندنا، وقدام من اغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا الصورة في اهم مكان. قدام من اغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا الصورة في اهم مكان.
صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن صور 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 كلنا كده عايزين صور صور للشعب الفرحان تحت الرايه المنصوره. أهلا بكم مرة تانية كلام جريء. النهاردة بنتكلم الحقيقة عن وضع الاقتصاد المصري بعد 25 يناير وجمعة العمل الذي أقيمت تحت رعاية وزير الاتصالات. أستاذ محمد، يقال أو سمعنا كلام كتير قوي أنه من سلبيات اللي عانينا منها الفترة دي بعد 25 يناير انهيار الاقتصاد المصري، وأن احنا كنا قبل الثورة يا سلام اقتصادنا كان في منتهى القوة، ما عندناش أزمات مادية، ما عندناش قلة في الموارد اللي بالتالي ما فيهاش الأزمات اللي بتعانيها كثير من المؤسسات والهيئات الحكومية في دفع رواتب فقط وليست حتى خدمات أخرى من مواد غذائية أو غيره. هل ده حقيقي أم هو كان اقتصاد هش جدا وكان سهل وقوعه مع أول خطة؟ الحقيقة الـ يعني عشان احنا صحيح فيها نتكلم قبل 25 نتكلم بعد 25، معروف اقتصاديا أن أي دولة الدين الداخلي والخارجي بتاعها هيوصل لأعلى من الناتج القومي بتاعها في أزمة حقيقية. الحكومة السابقة قامت بجرم اقتصادي كبير يجب أن تحاكم عليه، ليس على الأموال المسروقة ولكن يجب أن تحاكم محاكمات اقتصادية لأنها اتخذت إجراءات اقتصادية أضرت بالمصريين لعقود طويلة. ده نمرة واحد، كان اقتصادا هشا قائم على الاستدانة، فكرنا بأيام الخديوي إسماعيل. ده جزء كان بيهدف لتطوير قطاعات غير منتجة. ده جزء. بعد 25 يناير احنا لدينا نعم حصل توقف في إنتاج، هناك الكثير من القطاع الخاص قام بالاستغناء عن العمالة، توقف عن الإنتاج خوفا على أمواله. ده حصل. عندنا نزيف للاحتياطي النقدي في البنك المركزي، ولكن ده أيضا راجع مش بس علشان إحنا قبل كده كنا بنشتغل كتير جدا والحكومة السابقة أو النظام السابق كان أفضل، لا كان اقتصاديا سيئا جدا في من خلال رؤيته الاقتصادية. وبعد 25 يناير حصل توقف زي ما بيحصل لأي ثورة في العالم، يعني ده مش جديد. المنظومة يعني مش بس اقتصادية بمعنى فلوس، وإنما اقتصادية بمعنى أمن، اقتصادية بمعنى حب لمصر، اقتصادية بمعنى رغبة في الإنتاج ورغبة في البناء. خلصت حلقتنا، بنشكركم نورتونا وشرفتونا، ويا رب زي ما احنا استفدنا وابتدينا نفهم شوية تفاصيل الحكاية يكون المشاهدين كمان حصل لهم نفس الشيء. بنشكركم مشاهدينا في كل مكان، نلقاكم غدا وأسرة جديدة وكلام كريم.